كو كو وكابت السلاح كشت خرجوا السلاح لو جو عليك سيد خليك شوية عاد اشرب حاجة باردة برد بها عروق قلبك أعطيك أستاي مازلنا باش نقابلو برشا في الخير إن شاء الله صحي شد وقت شد هذي شلا بشفى شبيك هيدي مرة اللي فات قلت لي مريض ومرة هيدي شبيك شنو عندك نحكي معك هيدي ما زلوا بجنينة نحكي معك عادش تحب تخطبني خاطر بابا ميت وسقينا مشيت في الركاب مو صحيح مالك كنت تحب تاخوني باش تقرا من الفرنسيس تكلم هيك مو صحيح بابا شيب اللي مات وماش عنا فلوس جنينة رح نتعب ورشة جنينة عايشة نتيش على ما بيا ما نجمش نحكي لك ما نحبكش أنا ما نحبكش تلعب عندي خوف عندي سخطة هبطت علي يا جنينة عندي سخطة هبطت على سرا وانتي أنا يا شاري أفهمني يا جنينة أفهمني راني تعب أنا تعب راني تعب يا سيدي وخايف خايف وكل شيء اللي يدخل علي يخوفني ويجيك الدولة يا شاهي أمانك يا جنينة هيجي مسامحتك كي ما جيت شو عزيت بيه اسكت بيه كنت تفضي أموري تنقرش عينا خايف تتفضي أموري نرجع عينا لو جعلي والله تتفضي أموري نرجع عينا لو جعلي خليني نتعد خليني نكمل نفض أموري لازمني نمشي أنا سامحني ما لازمني نمشي Thank you.
ترنشي ترمشي صحيك بيتي وت تسع سنين بالهلة وليت قدر جماله ليدي ليلتين يا قدينا ميز. ها العم اسمعوني، حضروا رواحكم، السلاح قريب يجي. اسمع يا خميس، جيب لنا المونه، الرجال قتلها الشر في الجبل. ما عندي ما نعمل لك اخي، اصبروا شوي، العينين كلها محلوله، ما معاش نجي نتحرك براحتي. راه امشي خميس. ها شنو حال الدوار؟ ها شنو حال الدوار؟ الجدار مية مخلو ما عملوا، وبول قال لك هالحبيب هذا قاتله قاتله. والعكري كيفن؟ العكري في حال عليك هالحبيب. هاي هرمش هر خميس. ها ما تنساش المونة. باه الله يبارك خميس. ها قول العكري تبعث لي حاجة من ريحته. باه خميس. ها قولي تبعث لي فولارت. فولارت الله يبارك خميس. ها باهي بر يرزيكم فيه يا خميس، ان شاء الله في نهار احرف. هر تمشي هر تولي كل بهيف. تدري في حالة يا ميلود يا أخوي. بطل عليه، ما تتكيفش أنت يا الدخان خاطيني. دبر عليك هات بخر بالكاليتوس. منيح بالكاليتوس. السلام عليكم. مع السلامة سي الهادي الطبيب. خوي خونا ميلود من الجزائر. هذا يا خويا صاحبي وعشيري الهدي اللي نحكي لك عليه، هذا الهدي الطبيب. هذا يا خويا جمعتين لا وينك لاش نحوالك. لا لحظه خان نكملوا، لحظه خان نكملوا، كي يبدا حاجنا بالجيلاني في سلاف فلوس ولا في اي قضيه نوع اخر نخرجوا مكرش حوطه نجيو على القهوه نلوجوا عليه. اما كي نبداو اش خويا انا حاجتي فيك حاجتي فيك نعرف يقلقك الكلام هذايا، اما كي نبداو متخبين جماعتين خويا ما نعرفوش على رواحنا شكون، نتقلقوا شويه نكلموا جيراني. اش اللي حشت بيك عايش خويا؟ راني الحكايه ما تستناش. عمرك كامل ما عادش مروشني من الفيستا هكاك يا راولا هنا خويا، العباد تقدرني وتحترمني، مانيش في المخزن يا راولا هنا. ومش جماعتين ما فماش ريحتك باش تجي انت توا تبدا تعمل هكايا قدام العباد، ورزن شويه واكبر. شبيك؟ تكلم. سمعت بالشهد. شهد لي قعدت كان انت شاد لي الحكاية هذي، ودي الشهد لي توفى قتلوه عنده جمعتين التالي. باهي واضح، وانت كانك على جنينة ما تفهمنا اخوي، حتى مني انا نقف معاك باش تحرس بها السيف الجاي. اما اقسم بالله العظيم يا الهادي، والله اذا كان باش تكمل بالجو هذا يا بتاع مسكر معناها جمعتين الحانوتة نتاعك، راك لا باش تكون فرانك لا باش معايا ولا شبيه كانتق؟ قتلت الشيء. ها؟ يعني قتلت الشيء. طلع فما شكون تبعني وقت اللي مشيت بحذيكم للدب وعاود لي شيء، كرشعت بحذيه لغيره خسرني بالأسئلة وقال لي هو يعرف انتم مخبيين السلاح غادي وسميكم الاسم. خفت وتربثت ودخلت بعضي، هز التليفون وكلم الصادق باش يحكي له.
شوفشت ولا كيفاش نلقى روحي نخنق فيه. ما سيبت إلا ما هو خلص. ضعت يا جيلين، ضعت ضعت. وشنا إنك أنت تحكي معايا وتعمل لي وينك؟ وش بيك ما وقفتش معايا وأنا منجمش حتى نغزر إلا في عينيها؟ وذا الكل في جرة شكون؟ في جرة فيك خاطرك انت حكيتني في حاجه ما عندي فيها حتى دخل. على خاطر انا عم بهدل دوب يدوب روح ما نعرفش هيدي فهمت. عايش خويا قاعد عايش خويا. القهوه صغيره كانت تخرج كما مشينا للفينك. عايش خويا عايش خويا كلمه اخرى نقتل روحي نقتل روحي. عايش خويا هيدي عايش خويا عايش خويا شي نعم نقتل الصادق شي نعم. مش ما عادش تقول تقتل توا ما عادش تقول تقتل جن ما عادش تسمي حتى واحد. قهوه صغيره الناس كلنا نعرفوا بعض. عايش خويا عايش خويا عايش خويا عايش خويا برا. ادخل رفرف حياتك ادخل فور ربكلك ادخل توا. عايش كده عايش كده نلقى وحال خويا توا نلقى وحال. ميلودس بيت الراحة. تفضل تفضل. هاي ميلود أنا البرا. Ça va, tout va bien? Je t'avoue que je ne me sens pas bien, Paul. J'aimerais rentrer en France. Si je dois mourir, autant que ce soit chez moi. Ici, ici, ici. Les arrêts, tout ira bien. Anna Michel Tunes, je déverrai dit. Tu seras encore plus pimpante qu'avant. T'as déjà un affaire qui est bien mal. J'ai peur, Paul. Pourquoi tu ne me ramènes pas en France? Maman, à Tunis? Il y a des médecins français où ils t'ont offert un radic. Aïe, ma je peux te dire. Tout ira bien, aïe. J'ai tout préparé. Pas de tapes, je connais ça avec le parle. Je t'aime. Comme tu voudras. جيلالي انا هزين سلاح خويا مش هي خطر. تشوف الدنيا زي ما هي ملغمه وراح صاحبك الفرم اللي طول علينا حباله طويله بالله يزيد وسع معايا بالك. دريج دريج ونقز ربي. اهو ها وينك الهادي وينك؟ وعليكم السلام. عقلتني عقلتني بدلت الشاشية واللبسة جم. شنو هذا يا ماشين الجبل راني الهادي؟ شنو هذا؟ السلام عليكم. سامحونا اخو. السلام. هذا صاحبك بتاع القهوة. قول لي. هذا بلبل في عصفوري باش نهزو معايا. مقنين مقنين. نطلعو معاك الجبل. ولا شو باش نهزو. اسمعني بدل الجملة انا ما عقلتني هيك. قلت نحاول ما يعقلوني شوي وني باش نطلع من التالي. هاي قلت من التالي باش نطلع. ايوا تلعب تدري كان عندكم حاجه نغطي بها. انا لازم يروح. هذا لازم يروح. يلا يلا تعمل على ربي. اطلع الهادي اطلع. يا مد وش بيك سارح مو لاباس؟ من اللي طلع علي ولد هاك الحرام وليت ما عادش عندي عقل. من ولد الحرام؟ هو ما ثماش غيره والبرني ولد اختك خرار مرار على الطفله.
قولني ولد اختي نا ولا ولد حراها؟ هي وعطيتها الكلمة؟ قلت له حتى نشاور الطفل. يا ولدي برا اعطيه الحم اذا انت اللي هم ليه. بنتي نا تاخذ اكل مدسوس ولد اختك. وش يقولوا علينا الناس؟ وش يقولوا الناس؟ يقولوا بنت خالتها اخذها. هذاك اش تقولوا الناس؟ وما خير ياخذها ولا تقعد بايره وتوليك خرافه في الدوار. صحيح حبيبه يا حبيبه. نعم باي. سمعتكم باي. باي انت راجل يا بنت راجل، كان تحبوني اعطوني الراجل. قولي والله معناها البرني ولد اختي نايل الاحمر مش راجل. اقلبي وجهك من هنا به تو نتحاسبوا بعد. قولي ما عندكش اخبار على الحزب؟ اخبار الحزب عندك انت يا اخي؟ نسيت لي انا كنت في المنفى. سيدي المنصور يحب يهربوه من فرنسا لاسبانيا، من اسبانيا للقاهرة. شكون اللي يحب يهرب؟ جماعتنا اللي في القاهرة. أما سيدي المنصور قال ما عرفش، كانش خاف ولا شمع قارصة. حسيت عملتش طلع على الأنطونيات الأيامات اللي فاتت. مشيت مرتين ثلاثة، الدنيا معبية ما حبش شخشبها. نعمل طلع الليلة سيتيو ما عطيني شوية وقت، خليني نحسن هندامي ونعمل شوية. ها ما تبطلش وش تحب؟ بعثني لك الحبيب. الحبيب الحبيب بعثني. استنى استنى استنى. شي حوالها وريتها انت وريتها انت وريتها وريتها وين؟ في جبل هنا في جبل مع الرجال خاتيك قاعد فوق. باهي فت عليها من مونة وقال لك بعثي لي شوية مونة. ولبس عليه؟ لا لا لبس عليه لبس عليه. باهي وقتاش النجم تشوف؟ تو تشوفيه يا خاتي العاشق. اي وقتاش النجم؟ شوفي قلت لك تو تشوفيه. قال لك خاتي لي شوية مونة حتى محضر شارة البير القديم. باهي وتو يتعدى واحد من الرجال ويهزه. استنى نطيب لي برشا مونة ونحطها بحدا البير القديم. باهي وني وقتاش نشوفها؟ حتى تشوفيه حتى تشوفيه شوي. باهي حق قال لك بعثي لي فولارتك. هيا بخاطرك خد العكل في الأمان. ناري على وليدي بتوحشني. حتى نهاية توحشتك. حمد ليك وشكر ليك يا ربي. حمد ليك وشكر ليك اللي هو لبس هكا هو. هذاك وش طالب أنا الحبيب لبيس. يا رب يا رب حمد ليك وشكر ليك يا ربي. على واش نحمي بابونا ونطيب الخبز واحلى على قلبي من العسل وصحة للي باش ياكل. ها ويني والله حمد بنتك على كيف ايه يا
وش بيك يا لحبيبي؟ اللي صار مش شوي. هم في دار الحق وحني في دار الباطل. الله يرحم. لو كنت يعني نخمم على فتيمة وعكر زوز نسويين في الدوار وحدهم شكون بيه مكتوبة لحبي. تقول معزه تصيح تقول لا يا عم الله عليك ساعة صوت سمح مين هو اللي صوت سمح بالياسم صوت ما جاب لينا كان الهم مصر بالله صوتي نا جاب لكم الهم باللازم ودين لعد تسمعوا صوتي حتى انت بالياسم تاخو علي صالح هاي يزي صلي على النبي شين هي تاخو علي بابونا مين اللي غنى سلاح ما طبش جبل الاصل افهمها الحكايه وخي اسكت شوي خلي يجينا سلاح وخي واش بكم الخوا قبضتوا بالقاسم اطلقوه لكن سلاحك اللي بطاسي هم قالوا قريب يوصل يا حليلي ويجي السلاح ونضرب ليه زوز مكاري ونبدا ننوض على الفرنسيس يا خياني يا خياني انت تضرب فيها زوز مكاري يا حتى تهز قوايمك الساعه باش تهز زوز مكاري لا يبلها بالقاسم فرح جي راح جيت ونوريك الرجال اش تعمل قوم ليا يا ودي احكم بلاصتك انا احكم بلاصتك قوم ليا تراكم بلاصتك لا يقودك بدا يدي فيك وينفض كاين انا ما كايناش كاين كاين بونسوار مسيو بونسوار ايش يشلق بي كيس كو فو ترانسبورتي ليجوم اي دي فروي مسيو C'est bon, c'est bon. Tu carottes? Allez, mchi. Merci, monsieur. Bonne soirée. Arrête-toi, attends. C'est quoi ça?